وفي نشرة سابقة قال دكتور بدر عادل عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة بالمجلس إن الممارسات القطرية مرفوضة لانتهاكها للقانون الدولي والأعراف والعادات الدولية، وهي ممارسات مخالفة للقيم الإنسانية وعلاقات حسن الجوار. ما قامت به خفر السواحل التابعة للسلطات القطرية يمثل في حقيقة الأمر جريمتين. الأولى تتعلق بانتهاك سيادة الدولة البحرينية، وهي سيادة على مياهها الإقليمية وفقا لقانون الدولي، وأعني بذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982. أما الجريمة الأخرى أيضا التي وهي خطف وقتل وترويع المواطنين البحرينيين الآمنين على إقليمهم. نعم. لذلك فإن السلطات القطرية من خلال دوريات خفر السواحل التابعة لها قامت بانتهاك السيادة المياه البحرينية عبر التوغل بدورياتها في العمق المياه البحرينية، ومن ثم القبض على البحارة والقيام بقتلهم وتهديد أمنهم ومصادرة هذه الزوار. فيعتبر هذا انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والأعراف والعادات الدولية، وهو سلوك مرفوض لمخالفة كل القيم الإنسانية وعلاقات حسن الجوار التي تتشدق بها الحكومة القطرية في بياناتها بين حين وآخر عبر قنواتها. وبالتالي يعد تمادي السلطات القطرية في مثل هذه الاستفزازات يتنافى تماما مع المبادئ التي قام عليه مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعكس العداء الحقيقي لهذه الدولة لمواطني مملكة البحرين في محاربتهم في أمنهم وأرزاقهم. لذلك نحن نناشد الجميع المنظمات الحقوقية أن تتحرك تجاه هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن البحريني في حريته في التنقل ومصدر رزقه. فضلا عن ذلك احنا ايضا نرى ان الحكومة البحرينية يجب ان تتخذ الاجراءات الكفيلة تجاه هذا التعدي على سيادة مواطنيها عبر الكثير من الآليات التي لها، التي كفلها القانون الدولي وأيضا مجلس التعاون الخليجي ومجلس حقوق الإنسان، حتى لا تستمر هذه الانتهاكات.